السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل النموذج الأول من نماذج كتاب المعاصر. السؤال الأول: إذا كان س مصفوفة بتساوي واحد أ صفر سالب واحد، فإن س أس سالب واحد بتساوي إيه؟ يعني إيه س أس سالب واحد؟ يعني المعكوس الضربي. هنعمل الأول دلتا س، دي كانت بتساوي، يعني هنجيبها محدد، بنضرب دول ناقص ضرب القطر ده، يبقى سالب واحد ناقص صفر ادتني سالب واحد. كنا بنقول س أس سالب واحد واحد على قيمة محدد س سالب واحد، في كنا بنقلب القطر ده سالب واحد واحد ونغير إشارات القطر ده، سالب أ صفر بتساوي دول كده سالب واحد، لما اضربهم ادوني كام؟ واحد أ صفر سالب واحد. طب ما ده هو الأصل، يبقى الناتج المصفوفة س. إذا كان ميل المستقيم سالب اتنين على تلاتة، فإن متجه اتجاهه يكون متجه الاتجاه ده، يا أستاذ كنا بنقول إن اللي فوق صاد واللي تحت س، متجه اتجاه يعني نقطة عبارة عن س وصاد. هي يا شباب، لو كنا سيبنا السالب مع التلاتة، ما هو سالب على الموجب فيها السالب أو موجب على السالب فيها السالب، هيها سالب تلاتة واتنين. لو ضربت النقطة في رقم مش هتفرق، يعني أنا لو ضربت دي في اتنين بقت هنا ستة وسالب أربعة، يبقى يا أستاذ كل ما سبق هو الصحيح. إذا كان أ مدور باتنين أربعة سالب أربعة تلاتة، اثبت إن المصفوفة أ تربيع ناقص خمسة من المصفوفة أ زائد 22 من مصفوفة الوحدة بتساوي المصفوفة الصفرية. قلنا له أ تربيع عبارة عن أ في أ، أ اللي هي كانت 2 سالب 4 4 3. ليه؟ لأننا هنجيب لها المدور، هو مديني أ مدور هنا 2 4 سالب 4 3. هنمسك يا أستاذ الصف الأول نضربه في العمود الأول، هنمسك ده نضربه في ده، كده 4 ناقص 16، 2 في 4 ب 8 زائد 12 سالب 4، سالب 4 في 2 بسالب 8، 3 في 4 بسالب 12، سالب 4 في 4 بسالب 16، 3 في 3 بموجب 9. طلعت المصفوفة أ تربيع عبارة عن سالب 12 20 سالب 20 سالب 7. إذن المصفوفة أ تربيع ناقص 5 أ، أ تربيع عبارة عن سالب 12 20 سالب 20 سالب 7 ناقص خمسة من مصفوفة، هنضربها في خمسة، هتكون عشرة عشرين سالب عشرين خمستاشر، اتنين وعشرين من مصفوفة اي، اتنين وعشرين صفر صفر اتنين وعشرين، وهذا المطلوب. معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل والنقطة سالب أربعة وأربعة هي: في يا أستاذ مستقيم مر بنقطة الأصل، نقطة الأصل دي اللي هي صفر وصفر، والنقطة سالب أربعة وأربعة، مش كان في قانون؟ قانون إيه لما يدينه نقطتين؟ صاد ناقص صاد اللي ادهاني على سين ناقص سين اللي ادهاني بتساوي فرق الصادات على فرق السينات، سالب أربعة ناقص صفر، يبقى صاد على سين بتساوي سالب واحد، وسطين في طرفين، يبقى ص بتساوي سالب س، أو عدناها بإشارة مخالفة ص زائد س بتساوي صفر، اللي هو الاختيار رقم ج، هو ده الاختيار الصحيح. لو ميم هما جذري المعادلة س تربيع ناقص 3 س زائد 1، كنا بنقول إيه؟ إن مجموع الجذرين لام زائد ميم ده بيساوي سالب 3، وضرب الجذرين لام في ميم بيساوي واحد، عايزين قيمة ده، هنجيب قيمة المحدد،
لام تربيع، ميم تربيع ناقص سالب لام تربيع في ميم تربيع بقت موجب لام تربيع ميم تربيع، بتساوي لام تربيع ميم تربيع زائد لام تربيع ميم تربيع كده 2 لام تربيع ميم تربيع. طب ما هو لام ميم بواحد، يبقى 2 في 1 ب2، الاختيار اللي هو رقم ج. إذا كان قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين 3 س ناقص 4 ص ناقص 11 بيساوي 0، وكاف س زائد 7 ص زائد 5 بتساوي 0 هي 45، أوجد قيمة كاف. عملنا إيه؟ قلنا له يا أستاذ كان القانون بيقول إن ظاهر بتساوي مطلق الميل الأول ناقص الميل الثاني على 1 زائد الميل الأول في الميل الثاني. ظاهر بكام؟ ظا 45 بتساوي 1، يبقى هنا 1 بيساوي الميل الأول سالب معامل س على معامل ص 3/4 ناقص الميل الثاني سالب معامل س على معامل ص على 1 زائد الميل الأول في الميل الثاني. 1 بيساوي 3/4 زائد كاف على 7، وهنا 1 زائد بقت ناقص 3 كاف على 28. هنعمل وسطين في طرفين، هناخد مرة ده موجب ومرة سالب عشان أشيل المطلق. 1 ناقص 3 كاف على 28 بتساوي 3/4 زائد كاف على 7، هنجمع اللي زي بعضه، لما هنعدي دي بإشارة مخالفة النتيجة بقت كاف على 4 بتساوي ربع، يبقى الكاف طلعت بتساوي 1، ده أول قيمة. طب تاني قيمة لو خدنا ده بالسالب إيه اللي حصل؟ بقى 3 كاف على 28 ناقص 1، شوف ضربت دول كده في سالب، يعني انا خدت الواحد ده مكانه سالب ضربته طلع كده بتساوي 3/4 زائد كاف على 7، ومنها الكاف طلعت بتساوي سالب 49، يبقى الكاف بواحد والكاف بسالب 49. اذا كان معادلة المستقيم س على 6 زائد ص على 8 بتساوي 1، فان المعادلة البارامترية للمستقيم هي س على نقطة تقاطعها مع محور س وص على نقطة تقاطعها مع محور ص. يعني النقطة ب دي عبارة عن 0 و8، والنقطة أ عبارة عن 6 و0، ودي في المنتصف، نجيب المنتصف مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. نجيب يا أستاذ بقى معادلة المتجهة ما بين دول، كنا بنقول إن ص إن ر بتساوي النقطة اللي مر بيها 3/4 زائد متجه الاتجاه اللي هو كاف في متجه الاتجاه اللي هو فرق الصادات على فرق السينات 4/3، يعني 3/4 برضه. وكنا نعمل المعادلة ص ناقص رقمها بتساوي كاف 4، وسين ناقص رقمها بتساوي 3 كاف. يبقى المعادلات البارامترية هي ص بتساوي 4 زائد 4 كاف، وسين بتساوي 3 زائد 3 كاف، اللي هو الاختيار ج. إذا كان 2 أ ب زائد 2 ب ج بتساوي كاف ج أ، فإن كاف تساوي، رحنا قلنا له هنا يا أستاذ كان في 2 مشترك، اتبقى أ ب زائد ب ج. أ ب وب ج بكام؟ كنا يا أستاذ بنقفل البداية بالنهاية كده 2، واللي جوه القوس ده أ ج، تمام. هنا كاتب ج أ، طب أنا عشان أخليهم ج أ مش بغير الاتجاه، يعني أغير الإشارة، يبقى يا أستاذ 2 أ ج هي هياها سالب 2 بس ج أ، يبقى الاختيار هنا رقم د عشان ج أ مكتوبة
للثالي سالب 2. أوجد القيمة العظمى لدالة الهدف ر بتساوي 3 س زائد 2 ص تحت القيود س أكبر من أو تساوي صفر وص أكبر من أو تساوي صفر. طبعا يا باش مهندسين احنا عارفين ان القيدين دول معناهم الربع الاول، يبقى حلولي في الربع الاول. كنا بنعمل للمعادلة دي جدول عبارة عن س وصاد، نحط السين بصفر والصاد بصفر. لما حطينا س بصفر الصاد بتسعة، ولما حطينا الصاد بصفر السين بتلاتة، وبنعمل لدي جدول س وصاد. لما حطينا س بصفر الصاد بواحد، ولما حطينا الصاد هي اللي بصفر الس طلعت بسالب واحد. هنروح نرسم الكلام ده. أول نقطة صفر وتسعة، تاني نقطة تلاتة وصفر، وده خط متصل. هنرسم الجدول التاني. أول نقطة صفر وواحد، تاني نقطة سالب واحد وصفر، برضه خط متصل. أول واحد عشان أحدد منطقة حلوله اللي هي في الربع الأول، بنبدل كل المجهول ونحط مكانه صفر ونقرأ المعادلة أو المتباينة دي. صفر أصغر من التسعة، أيوة، يبقى أنت علاماتك هتروح في اتجاه الصفر. طب والتاني؟ صفر أصغر من الواحد، أيوة، علاماتك هتروح في اتجاه الصفر. لقيت منطقة الحلول هنا كده، بس خلي بالك انت مرتبط بالربع الأول. فين النقط اللي أنا هعوض بيها؟ هتعوض بالنقطة دي ودي ودي، واحدة منهم تلاتة وصفر، وواحدة منهم صفر وواحد. إنما النقطة دي مش هطلعها من على الرسمة كده بياني. عشان أكون دقيق في حلي، هقوم واخد المعادلتين دول مساويهم، المتباينات هخليها معادلات، ونحل المعادلات اللي قدامنا دي. بالطرح يا أستاذ، بأربعة س بتساوي تمانية، س بتساوي اتنين، عوض في أي واحدة هات الصاد، الصاد طلعت بتلاتة، تبقى النقطة دي اتنين وتلاتة، يبقى النقطة اللي بعد كده هي اتنين وتلاتة. هاخدهم عوض في دالة الهدف اللي هي كانت بتساوي ر بتساوي 3 س زائد 2 ص. هنعوض بالتلاتة ادتني 9، هنعوض بصفر وواحد طلعت بتساوي، هنعوض فين؟ في دالة الهدف ده اهي، صفر زائد 2 بتساوي 2، هنعوض ب 2 و 3. ال 2 في 3 ب 6 وال 3 في 2 ب 6 طلعت بتساوي 12. إذن القيمة العظمى عند س تساوي 2 وص تساوي 3، أو عند النقطة 2 و 3. إذا كان نقطة ارتفاع الباراشوت مقاسة من نقطة على ارتفاع 60 متر، إذا كانت زاوية ارتفاع الباراشوت مقاسة من نقطة على ارتفاع 60 متر من سطح بحيرة هو 30 درجة، وقياس زاوية انخفاض صورة انعكاس الباراشوت في البحيرة من نفس النقطة يساوي 60 درجة، فإن ارتفاع الباراشوت عن سطح البحيرة كام؟ وليكن يا باشمهندسين إن ده الارتفاع مثلا، وديت كانت البحيرة، دي كده هي البحيرة، وكان في باراشوت، وليكن إن الباراشوت ده كان هنا كده، ده كده نفرض مثلا إن ده باراشوت. خدنا خط وهمي بيوازي الأرض، هناخد زاوية الارتفاع اللي هي 30 درجة، خدنا زاوية ارتفاع دي 30 درجة، قال وزاوية انخفاضه في البحيرة، هنا بقى محتاجين زاوية انخفاضه في البحيرة كانت 60، صورته وزاوية انخفاض صورته في البحيرة. باش مهندسين احنا نتفق على حاجة، واحنا لما بنقف قدام المراية ونشوف صورتنا بنكون على عمق نتخيل ان هو نفس العمق ده، فهو لما بص لقى الصورة بستين درجة، يبقى معنى كده لو انا قست على سطح المية ده هتكون 30 وده هتكون 30، تمام. هو قال ان الارتفاع ده 60، خلاص، يبقى احنا يا استاذ
لو جينا نجيب بعد الباراشوت عن السطح اللي هو الحته دي ب60، دي زيها. ليه؟ لان الزاويه اتقسمت في المثلث ده، يبقى معنى كده ان هو مثلث متساوي الساقين عمودي على القاعده وبيقسمها، يبقى الاختيار هيكون 120 درجه. الجزء المظلل في الشكل المقابل يمثل مجموعه حل المتباينات. الخطوط متصله يا استاذ، يبقى هناخد اللي فيها يساوي. دي مش هتنفع ولا دي هتنفع. نبدا نقارن ما بين دول. المستقيمات بتوازي المحاور، يبقى هي لا قيم لسين بس او صاد بس، يعني مش معادلات، يعني دي كمان غلط. يبقى هو الاختيار ده الصحيح. اوجد مساحه القطعه الدائريه التي طول قطرها قطر دائرتها 8 سم وقياس زاويتها المركزيه 1.2 دائر. قلت له يا استاذ بسيطه قوي، هي مساحه القطعه بتساوي ايه؟ اول حاجه عايزين نعرفها يعني ايه قطعه اصلا يا استاذ. لو دي يا شباب الدايره، القطعه دي بتتحدد بناء عن وتر، دي كده يا باشمهندسين اسمها قطعه. المنطقه ده هي كده دي اسمها قطعه. بيقول ان طول قطرها 8 وقياس زاويتها المركزيه 1.2 دائر. نجيبها يا استاذ بالدرجات، سيتا درجة بتساوي 1.2 في 180 على باي. هنعوض يا استاذ في قانون المساحة. المساحة كانت بتساوي نص في نق تربيع طول القطر الثمانية، يبقى نق باربعة تربيع بستاشر، في سيتا دائر هو قلب 1.2 ناقص جا سيتا درجة. جا سيتا درجة، سيتا درجة دي بكام؟ اكتبها زي ما هي وعوض في القانون. طب ليه يا أستاذ؟ ليه يا أستاذ اكتبها زي ما هي وعوض في القانون؟ علشان هيبقى في أجزاء من 10 الناتج مش هيطلع معاك بالضبط. حسبنا على الآلة الحاسبة وهناخد لأقرب رقمين عشريين، طلع بيساوي 2.14 سنتيمتر مربع. جا تربيع 5 زائد جا تربيع 10 زائد جا تربيع 15 زائد لحد ما وصلنا لل 90. قلنا له يا استاذ بسيطة جدا، جا 90 دي بواحد، جا 90 بواحد، كان قبلها كام؟ كان قبلها جا 85. هنقول له جا 85 دي كانت 90 ناقص 5. 90 ناقص 5 اللي هي جاتا 5. فهبص الاقي جا تربيع 5 وجا تربيع 5 دول بواحد. طيب يبقى ده 5 وجا تربيع 5 بواحد، جا 10 وجا 10 بواحد، جا 15 وجا 15 بواحد، جا 20 وجا 20 بواحد، جا 25 وجا 25 بواحد، جا 30 وجا 30 بواحد، جا 35 وجا 35 بواحد، جا 40 وجا 40 بواحد، واتبقى لي هنا في النص قيمة واحدة اللي هي قيمة ايه؟ جا 45. جا 45 مفيش مقابل ليها لأن هي اللي في النص، بواحد على جذر 2، أس 2 بنص. عد دول كده، أنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ونص، يبقى الاختيار هو 8 ونص. ألف بسين وتلاتة في اتجاه صاد، وب بسالب 10 في اتجاه سين، ولم في اتجاه صاد، متوازيين. قلت له يبقى طرفين ناقص ضرب الوسطين يدينا صفر، اللي هو ايه؟ اللي هو لام ناقص 3 في سالب 10 في سالب 30 في سالب بموجب 30 بتساوي صفر. يبقى اللام طلعت بكام؟ اللام بسالب 30، اللي هو الاختيار ده. أ بتساوي 1.5 و ب بتساوي 8 وسالب 2 و ج تنتمي لأ ب مستقيم و ج بتساوي س و صفر. أوجد النسبة التي تنقسم بها أ ب بالنقطة ج مبينا نوع التقسيم، ثم أوجد س. كنا عشان نعرف نوع التقسيم يا أستاذ بنطبق تقسيم من الداخل، دي النقطة الأولى ودي النقطة الثانية، وهنا لام 2 وهنا لام 1.
بنكتب قانوننا عادي خالص بس بالداخل، جيم بتساوي 8 لام 2 زائد لام 1 على لام 1 زائد لام 2 و 2 لام 2 بالسالب زائد 5 لام 1 على لام 2 زائد لام 1، وبنساوي يا أستاذ الخانة المعلومة معايا، أنا معايا الخانة دي بصفر، يبقى خانة الصادات هساويها بالصفر. عملنا وسطين في طرفين طبعا اللي تحت راحهم، بقى 5 لام 1 بتساوي 2 لام 2. طالما الناتج موجب يبقى ده تقسيم من الداخل. طب النسبة كام لكام؟ لام 2 لام 1 بتساوي 5 إلى 2، يبقى النسبة 5 إلى 2. طب ما تعوض هنا يا باشمهندس، هات قيمة س، عوض هنا في الخانة الأولى، يبقى بتساوي الخانة التانية دي صفر، الخمسة في تمانية بأربعين، أربعين زائد اتنين على خمسة واتنين سبعة، يبقى 42 على السبعة فيها ستة وصفر، يبقى قيمة س بتساوي ستة. طول العمود المرسوم من النقطة 1 و1 إلى المستقيم س زائد ص بيساوي صفر يساوي، كان قانون طول العمود إيه؟ معيار المعادلة، بس تتأكد إنها بتساوي صفر، على الجذر التربيعي لمعامل السين تربيع زائد معامل الصاد تربيع. هنا المعامل 1 أس 2 ب1، وهنا 1 برضو 1، هنعوض بواحد وواحد، 1 زائد 1 2 على جذر 2، هنضرب في جذر 2 فوق وتحت عشان نشيل الجذر اللي تحت ده، يبقى النتيجة 2 جذر 2 على الاتنين بتساوي جذر 2. الاختيار رقم ب، قياس الزاوية الحادة بين المستقيم متجه ر بيساوي 2 و2 زائد ك 1 و1، والمستقيم س تساوي صفر، هو يعني ايه المستقيم س تساوي صفر؟ لو احنا رسمنا شبكة مثلا، س تساوي صفر اللي هو محور الصادات، محور الصاد عايز الزاوية مع محور الصاد، جبنا متجه الاتجاه ظاهر بيساوي 1 على 1 بتساوي 45 درجة، ده يا أستاذ مائل اللي هو متجه ره ده مائل بزاوية 45 درجة. طالما 45 مع محور السين يبقى أكيد 45 مع محور الصاد عشان دي قائمة، يبقى 45 درجة. إذا كان متجه ألف 20 في اتجاه سين ناقص 15 في اتجاه صاد، ومتجه باء 7 في اتجاه سين زائد 24 في اتجاه صاد، وميم متجه كان بيساوي ألف زائد باء، ونون متجه ألف ناقص باء، فإن أي اختيار من دول صحيح. قلنا له متجه ميم ده عبارة عن هنجمع ألف وباء، يعني هجمع السينات مع بعض 27 في اتجاه سين، وهنجمع الصادات مع بعض كده سالب 9 بقت موجب 9 في اتجاه صادات. طب نون بتساوي ألف ناقص ب، 20 ناقص 7 بتساوي 13، ده في اتجاه س، سالب 15 وسالب 24 كده سالب 39، ده في اتجاه الصادات. يبقى يا أستاذ المتجهين دول عاوز أعرف هما متوازيين ولا متعامدين؟ هطبق يا أستاذ شرط التوازي مرة وشرط التعامد مرة ونشوف. جينا نجيب شرط التعامد، ضربنا السين في السين والصاد في الصاد وجمعناهم ادوني صفر، 351 ناقص 351 بيساوي صفر، لما نضرب سين في سين وصاد في صاد ويديني صفر يبقى ده شرط التعامد. اوجد صورة المتجه ألف بالصورة القطبية. قلنا له يا أستاذ ده النقطة دي تقع في الربع الثالث، هنا كده النقطة دي، نجيب ظا سيتا، ظا سيتا بتساوي صاد على سين، طلعت سيتا الزاوية الحادة 60 درجة، 60 درجة هنا يعني الزاوية دي يا أستاذ 240 درجة، 240 درجة
في باي على 180 دي كده انا بجيب سيتا. صفر مع الصفر على 6 فيها 4 على 6 فيها 3 4 باي على 3. تمام كده انا جبت قياس الزاوية. عشان تعمل الصورة القطبية لازم يكون معاك قياس الزاوية وطول المتجه أو معياره. معيار المتجه أ بيساوي الجذر التربيعي للسينات تربيع زائد الصادات تربيع. جذر 64 بيساوي 8. يبقى ده بقى 8 و4 باي على 3 هو ده المتجه أ في صورته القطبية. الحل العام للمعادلة 3 زتا باي على 2 ناقص سيتا بتساوي جذر 3. قلنا له يا أستاذ باي على 2 يعني 90، يعني دي تعتبر 3 زا سيتا لأن ده ربع أول بتساوي جذر 3. سيتا طلعت جذر 3 على 3 زا كامل بجذر 3 على 3 30 درجة. 30 درجة بالتقدير الدائري اللي هي باي على 6. يبقى الاختيار يا أستاذ باي على 6 وباي نون. طب ليه؟ ما هي موجبة في الربع الأول وفي الربع الثالث. أدي الزاوية 30 ودي 30 بالتقابل بالرأس لأن ده خط مستقيم. يبقى كده يا أستاذ 30 ولو لفيت نص لفة هبص ألاقي اللي زيها، ولو لفيت نص لفة هبص ألاقي اللي زيها. يبقى يا أستاذ باي على 6 وزود نص لفة. أ بيساوي 1 و 3 وباء بتساوي 5 و 5. فإن الشكل الذي يمثل أ ب هو أ ب ده هو. فين الشكل اللي بيمثله؟ أ ب يعني إيه؟ يعني ب ناقص أ. طب ب ناقص أ هتديني كام؟ 5 ناقص 1 4، 5 ناقص 3 2، يبقى 4 و 2. فين من دول اللي هيديني 4 و 2؟ المتجه رقم د هو ده. جرب كده اطرح دول من بعض هيديك 4 و 2. إذا كان أ مصفوفة متماثلة فأي مما يأتي يمكن أن يمثل قاعدة لإيجاد عناصر المصفوفة أ. لو إحنا جربنا يا شباب، يعني عوضنا مكان الصف والعمود بالربع ونشوف النتيجة هتكون كام. عشان هي تكون متماثلة أو شبه متماثلة لازم تكون مربعة. فلو عوضنا بنظام 2 في 2 مثلا، نيجي نعوض هنا. لو حطينا الصف الأول العمود الأول طلعت بتساوي 2، هنا الصف الأول العمود الثاني 3، هنا الصف الثاني العمود الأول 3، هنا الصف الثاني العمود الثاني طلعت بتساوي 4. طب المصفوفة دي متماثلة ولا لأ؟ دي كده متماثلة، يبقى هو الاختيار رقم ب. لقيم كاف المختلفة في المعادلة 2 زائد كاف س زائد 1 زائد كاف ص بتساوي 5 زائد 7 كاف تمثل مستقيمات متوازية، مستقيمات متقطعة في النقطة سالب 2 و 9، مستقيمات متقطعة في النقطة 2 وسالب 9 لا شيء مما سبق. عشان يكونوا متوازيين يا أستاذ لازم الميل يساوي الميل. طب نعوض كده بالنقط دي. لو عوضنا بالنقطة سالب 2 و 9 دي مكان س و ص، إيه اللي حصل؟ سالب 2 يبقى هنا سالب 4 ناقص 2 ك، بدلت الس وحطيت سالب 2، هبدل الص وأحط مكانها 9. الواحد في 9 ب 9 زائد 9 كاف. تعال نجمع كده، ده ادوني 5 زائد 7 كاف، يبقى الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، يبقى الاختيار ده صحيح. قطاع دائري طول نص قطره 4، الفرق ما بين القطاع والقطعة؟ ده كده اسمه قطاع، جزء من الدايرة من المركز بيتحدد بأنصاف أقطار. نص قطر دائرته بأربعة وطول قوسه بعشرة. أوجد محيطه ومساحته وقياس الزاوية المركزية بالتقدير الستين. تمام يا أستاذ، محيطه محيط القطاع بيساوي 2 نق زائد لام.
الاتنين في أربعة بتمانية زائد عشرة، 18. عاوزين مساحته، مساحة القطاع نص لمنة، الاتنين في عشرة بعشرين سنتيمتر مربع. عاوزين قياس الزاوية، ما هو سيتا يا أستاذ كانت بتساوي لام على نق، يبقى سيتا درجة بتساوي عشرة أربعة في مية وتمانين على باي. إذا كانت المصفوفة الصفرية على النظم تلاتة في تلاتة، فإن عدد عناصرها تلاتة في تلاتة، يعني هي فيها تلات صفوف وتلات أعمدة. كم عنصر دول؟ تسعة. تلاتة وسالب واحد تنتمي للمتباينة دي، عوض. ستة ناقص واحد كده بتساوي كام؟ دي بتساوي خمسة. طب هناخد أكبر ولا أصغر، ولا أصغر من أو تساوي ولا بتساوي؟ دول كده طلعوا خمسة، ودي تنتمي لمجموعة الحل. طب يا أستاذ يبقى أصغر من أو تساوي، ليه؟ لأننا كنا بنبدل المجاهيل دي كلها ونحط صفر، صفر أصغر من الخمسة، يبقى هناخد أصغر من أو يساوي. قيمة المحدد ده بكام؟ دي قيمته، نضرب دول في بعض ناقص دول في بعض. جا تربيع خمسة سيتا زائد جتا تربيع خمسة سيتا، يبقى النتيجة بتساوي واحد، يبقى الاختيار واحد. في الشكل المقابل أ ب ج د ه واو سداسي منتظم، أ ب زائد أ ج زائد أ ف زائد أ واو. فكرة الحل كلها يا باشمهندسين إن هنقول له إن أ واو اللي بيكافئها ج د اللي زيها ج د، دول متوازيين وقد بعض في الطول. يبقى أنا دلوقتي لو قلت أ ج زائد أ واو هيديني إيه؟ أ ج زائد أ واو هي هياها لو قلت أ ج زائد ج د، يعني دول هيساووا أ د. بالمثل برضو يا باشمهندسين، أ ب مش اللي بيكافئها ه د، أ ب اللي بيكافئها ه د. يبقى معنى كده ان ا ف زائد ه د دول هيدوني ا د. ليه؟ لان ا ب هي هيها ه د. لو خدت ا ب مع ا ه هيدوني ا ه زائد ه د، يعني ا د. بالجمع لما اجمعهم كلهم هيدوني 2 ا د، وهذا المطلوب إثباته. من نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.